درهم العنزة والمحراب، الدرهم العربي المضروب على الطراز الساساني، الجزء الأول. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. المسكوكات العربية الساسانية. بدأت سكة الدراهم العربية المضروبة على الطراز الساساني منذ عهد الخلفاء الراشدين، إذ ظهرت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه التواشيح بالعربية في هامش الدراهم مثل عبارات بسم الله وربي الله والحمد لله. كانت تلك المسكوكات الإرهاصات المبكرة لحركة التعريب التي تصاعدت في عهد الخلافة الأموية، فقد سكت الدراهم والأفلاس المضروبة على الطراز الساساني والتي حملت عبارات بالعربية منذ مطلع العقد الأول من الخلافة الأموية. ومما يثير الانتباه أن تلك الأفلاس والدراهم كانت تحمل اسم الخليفة أو اسم الوالي الأموي، بينما حملت الأفلاس أسماء الولاة الأمويين المحليين. ومثال هذه المسكوكات فلس الصحابي عبد الله بن عامر ودرهمه المضروبان سنة 44 هجرية. تبين الصورة درهم عبد الله بن عامر المضروب على الطراز الساساني في بيش أي بيشابور سنة 44 هجرية. درهم العنزة والمحراب. يمثل درهم العنزة والمحراب طرازا مميزا من طرز المسكوكات الإسلامية التي ظهرت في مرحلة مبكرة من مراحل تعريب النقد، ويحمل صورة محراب المسجد النبوي الشريف ورمحة أو عنزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أطلق عليه هذا الاسم تمييزا له عن المسكوكات الأخرى الصادرة في تلك المرحلة، وتنسب هذه التسمية إلى عالم النميات جورج مايلز. ويصنف هذا الدرهم ضمن فئة دراهم الصلة التذكارية التي سكت لتخليد مرحلة التحول إلى النقد العربي الصرف. لم يحمل هذا الدرهم التاريخ الهجري، إلا أن السياق التاريخي لظهور مسكوكات الخليفة الواقف وطرزها ومأثوراتها يجعل تاريخ الإصدار متزامنا مع تاريخ سكة تلك المسكوكات التي بدأت في الظهور حوالي سنة 73 أو سنة 74 هجرية. وتتفق معظم الدراسات بشأن هذا الدرهم وطرازه على أنه سك في عهد عبد الملك بن مروان حوالي سنة 75 هجرية، وربما تكررت سكته في السنوات التي تلتها بإصدارات تحمل اختلافات محددة. وثمة آراء أخرى مختلفة تنسبه بعضها إلى عبد الله بن الزبير، وتقوم وجهة النظر الأولى أي نسبة الدرهم إلى عبد الملك بن مروان على الشبه الكبير الذي يحمله هذا الدرهم مع درهم الخليفة الواقف الصادر في تلك الفترة، وتحديدا من حيث التصميم العام وعناصر المسكوكة والمأثورات ونوع الخط. إذ أصدرت مثل هذه الدراهم المضروبة على الطراز الساساني ومنها درهم العنزة والمحراب لتداولها في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الساسانيين، والتي ألفت استخدام هذا النوع من الطرز سواء في فارس أم في العراق. ويتميز درهم الخليفة الواقف بالمأثورات المماثلة لمأثورات درهم العنزة والمحراب، إذ ترد عليه مأثورات أمير المؤمنين خلفة الله أو خليفة الله، وتصوير الخليفة الواقف الذي ظهر على المسكوكات الأموية المضروبة على الطراز البيزنطي والطراز الساساني في تلك الفترة. نقوش الدرهم ومأثوراته. على الوجه في حيز المركز تصوير خسرو الثاني أو كسرى واسمه أمامه وعبارة زاد مجده من خلفه، وربما أنه يرمز إلى الخليفة نظرا إلى ملابسه المميزة التي سنتناولها بالشرح في هذه المادة. في الهامش الخارجي بسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله كتبت تقريبا على كامل استدارة الطوق الخارجي. ويتميز تصوير كسرى أو من يرمز إليه أي الخليفة بتوضع اليدين أمام الصدر فوق الجوشن، وهو يمسك بيمينه سيفا قصيرا مائلا من أعلى ميل الصدر إلى الجهة المقابلة. ويركز هذا التصوير على الوضعية العسكرية القتالية، وهو يعبر عن واقع المرحلة التي صبغت بصراعات كثيرة داخل حدود الدولة الأموية وخارجها، وكانت تلك الصراعات ذات مخاطر وجودية واضحة، وخاصة الحرب مع البيزنطيين والحملات العسكرية لإخضاع العراق وفارس والجزيرة. على الوجه يعتمر كسرى غطاء رأس يختلف عما شاع استخدامه في المسكوكات الساسانية والدراهم المضروبة على الطراز الساساني عموما، فهو يحتوي عدة طيات ويقوم على قاعدة لها هيئة العصابة كأنها عمامة. على الوجه تتفرع عن غطاء الرأس شرائط ثلاث صغيرة، وأعلى الكتف الأيسر لتصوير كسرى ثمة هلال صغير، ووراء رقبته ثلاث نقاط مدببة صغيرة. وتتوضع نقوش المركز ومأثوراته داخل دائرتين محببتين. على الوجه تتخلل مأثورات الهامش المحيط ثلاث مجموعات من الأهلة المحيطة بنجمات داخلها تتوزع عند الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة.
وفوق رأس كسرى أو الخليفة الرمزي رداء يشبه العمامة ذات الطيات، وهو يرتدي الجوشا أو الزرد، وهو درع من حلقات معدنية مترابطة. الصورة التالية تبين مواضع الساعات على محيط المسكوكة. على الوجه فوق رأس كسرى عند الساعة 12 حليقة داخلها حبيبة، ويحمل الدرهم عند الساعة 3 بقايا علامات التعليقة التي أضيفت للمسكوكة لاستخدامها لإغراض الزينة في الفترة نفسها أو في عهود لاحقة، وهي ليست من أصل الدرهم في هذا النموذج. على الظهر في حيز المركز تصوير المحراب المجوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداخله عنزة أو حربة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة على قاعدتها أو على قاعدة معدنية، ويتدلى منها شريطتان. إلى يمين المحراب عبارة أمير المؤمنين، وبداخله عبارة نصر الله أو نصر الله. على الظهر يحيط بالعنزة من الجانبين العلوي والسفلي نقطتان نافرتان تحصران كلمتي نصر والله من الأعلى والأسفل. يحيط بنقوش المركز ومأثوراته ثلاث دوائر متداخلة، ثم طوق يحتوي المجموعات الأربع من الأهلة والنجوم، وتحيط بكل مجموعة نقطتان نافرتان تميزان هذا الضرب من المسكوكة، كما يظهر مونوغرام في الطوق من الناحية العلوية إلى اليمين. وللشرح بقية في الجزء الثاني من هذه المادة.